هفرجيك من ياسمين يا جو. حاضر طلع على السريع. وين بدي فل؟ حبيتك وين يعني؟ بس انا مدام ما عملت شيء. حبلك بتطب غلاتك وبتفل، ما بقى لك شغل هون. بس مدام انا ما غلطت بشيء. نديم. حاضر استاذ. سمعت اللي هنم قالت ايه؟ حاضر استاذ. ضب اغراضك وبتفل، تفضل. عن اذنك استاذ. بس لو كنت قلت لي الولد ده عمل ايه انا كنت مسحت لك بالارض. ما عمل لي شيء، بس هيك سوقاته عم توترني. ما بقى بدي اياه. بس مشي راح لحاله، مش عايزك تعصبي اي حد هنا. مضايقك انا شغلك جو؟ بليز انا كثير معصبه، ما توترني زياده. وليه توتري نفسك؟ انت ما عليك غير انك تشاوري لي علم مضايقك وانا اطردهولك برا. بس الله اعتروني كمان. وبلا هروني ايه يعني؟ الف كوافير يتمنوا يشتغلوا معاك، ولعلمك احسن منه كمان. مين بقى معصبك تاني وانا اطرده لك؟ اطرد لك حالي؟ توقعت انك حتكوني مرتاحه من مشوار امبارح. شو انت بتعرف كثير منيح انه مش هذا هو المكان اللي بيريحني. كافيه كان مليان ناس على اخره، يعني الجو رواق. انا كنت عارفه انك عم تراقبني. لا انا مش براقبك، انا بحميك. جو انت قلبك ليه مثل الحجر؟ ليه ما بتحس فيي؟ مين اللي قال كده؟ الكلام ده على فكره مش مظبوط. شاوريلي على اي مكان في العالم وانا وديكي لي فورا، حتى لو كان على القمر. بدي امي جو، بدي روح شوف ماما، خدني لعندها بليز. البسي حاجة تتناسب مع الحارة. عم تحكي جد؟